Come here, Florence. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر من مدينة أكادير مرة أخرى، ومع قصة أخرى من القصص المؤثرة جدا، قصة شابة في مقتبل العمر والتي بطبيعة الحال تزوجت زواج الفاتحة بإحدى القرى بطبيعة الحال بشخص، لكن ربما هذا الزوج ديالها بعد إنجابها منه طفلة لا ذنب لها تنكر لها وتركها وحيدة بدون نسب وبدون أي وثيقة ثبوتية. اليوم كما كنقولوا هذه القصة ليست للفرجة وإنما من أجل العبرة، ومن أجل أيضا باش أننا نسلطوا الضوء على هذه القصة وباش أننا نساعدوا هذه السيدة من أجل باش أنها تدير الوريقات لبنتها، لأن الزوج ديالها اللي تزوجت به بالفاتحة تنكر الابنة ديالو، تنكر الفلذات الكبد ديالو. اليوم الضحية الكبيرة في هذه القصة هو هذه الطفلة الصغيرة التي لا ذنب لها سوى أنها ربما الأب ديالها تخلص ربما من صفة الأبوة، فعلى الأقل يعني هذه الطفلة شنو المصير ديالها؟ أسئلة كثيرة كطرح نفسها. واليوم هذه السيدة بعد ما دقت جميع الأبواب ولقت كل الأبواب مسدودة في وجهها، قصدت قناة الشعب وقصدت المغاربة باش أنها تحكي القصة ديالها، أملا في أنها تلقى أيادي رحيمة وقلوب رحيمة اللي تعاطف معها وتعاطف مع هذه القصة. وبغيت كل شيء أي واحد يدير راسه بلاصة هذه السيدة. فقصص كثيرة ونماذج كثيرة من الشابات اللي تزوجوا زواج الفاتحة، والضحية دائما كما كنقول هم هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأطفال اللي كيبقاو بدون نسب وبدون أوراق ثبوتية. فهذه الطفلة اليوم بلغت من العمر 4 سنوات، سنتين فقط تفصلها عن ولوج المدرسة، لكن ربما الدراسة ديالها أصبحت على كف عفريت كما كنقولوا، لأن تشي مدرسة ما غادي تقبلها بدون أوراق ديال الهوية ديالها والنسب ديالها. غادي نخليكم مع هذه القصة، وكنتمنى أنكم تعتبروا هذه بمثابة الأخت ديالكم، بمثابة وحدة من العائلة ديالكم. الهدف ديالنا هو أننا نوصلوا الرسالة ديالها ونوصلوا النداء ديالها للجمعيات ديال حقوق الطفل، وأيضا الجمعيات اللي ممكن أنها تدخل على الخط من أجل المساعدة ديالها باش أنها دير الحل المدنية لبنتها الصغيرة اللي وصلت اليوم 4 سنوات وأصبحت على مشارف الدخول إلى التعليم الأولي. وبطبيعة الحال كما قلت فأي مدرسة غادي تطلب منها الحل المدنية وغادي تطلب منها الورقات، واليوم فالطفلة بدون هوية وبدون أبوة بطبيعة الحال. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله. أختي المغاربة، جمعة مباركة، شبت منيت إن شاء الله. شنو القصة ديالك لالا؟ عاودي لنا القصة ديالك من الأول. أنا سيدي كنت متزوجة بواحد السيد بالفاتحة، ولدت عندهم البنية في البادية، ما داونيش، كانوا غاديين بيا للسبيطار، ولدت في الطريق ردوني للدار. مني كنمشي كنبغي نصاوب البنية. علاش هذا السيد ما دارش معاك يعني العقد؟ واش زواج الفاتحة ما كنتش عارفة، تزوج صغيرة، زواج الوالدين، ومن الإنسان ما قاريش ما عارفاش. يعني المهم زوجوك ربما بزز تقريبا كانت عندي ديك الساعة باقا صغيرة ما عارفاش، باش تزادت البنية ولدت عندهم في الدار. صافي تفرقت أنا وياه. كان يقول لي شحال دامت الزواج تقريبا؟ ماشي بزاف ماشي بزاف. يعني حملتي؟ حملت صافي من الشو، ما بغاش يدير معايا كان يقول لي خصنا نديروا القانون ديالنا، خصك دير معايا الوراق باش تزاد التربيه، نديروا لها الوراق. فزادت البنيه، بقى كيتهرب كيتهرب. صافي ولدت عندهم في الباديه. مني جيت كنبغي كنعيط ليه، كنطالبه كنقول ليه دير لي غير الدريه الوراق، تيقول لي لا انا عندي مشاكل وانا هادي وانا هادي. المهم تيتهرب دارهم. مشيت عندهم قلت لهم عطيوني شهادات الميلاد فين زيد الدريه باش نسجل البنت. دخلت عند القيد، عندي الوثائق، عندي كل شيء. القيد ديال تما هما منطقه قرويه. دخلت عند داك المقدم، عارفني والده عندهم، يعني قال لي يا سيري جيبي الشهود، حتى واحد ما بغى يشهد ليا. لا ما سويتش، لا ما ولدتش في السبيطار، انا ولدت غير في الدار. قلت لك ولدت غير في الدار لان ما عندي حتى شي وثيقه كتثبت ان الدريه بنتي. فاش ولدتي يعني ما فرحش ببنته، ما قالش غادي تصلح الخطأ ما قال لي حتى شي حاجه، بقى كيتهرب.
انا كنطلب دابا اخوتي المغاربه والمحسنين يتعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير، شي جمعيه ولا هاد البنيه انا ما بغيتهاش تضيع. انا رضعت، انا البنيه ما بغيتهاش تضيع، الله يجازيكم بخير. يعني دابا شحال في العمر ديال البنية مثلا؟ البنيه دابا طالعه في 4 سنين، 4 سنين. طالعه في 4 سنين، عندها 3 سنين، كملت 3 سنين وثمانية شهر. يعني ربما اضطر ما دخلت فيه. لا دخلتها الروض وخرجتها الروض، بقى واحد السيد واحد السيد مسكين حتى هو كيوجهك، قال لي ماشي مشكل تعاون معايا، عاودت لي القصه ديالو كما عاودتها لكم دابا. دخل عليا غير الحاله عندي ضعيفه، قال لي تخلصي 2400 في الشهر، دخلتها غير شهر وخرجتها صافي. وكنكتب لها غير هكا بعض المرات داك الحروف اللي عارفه في الدار بحال الف وباء هكا، وكنقول لها بقاي غير في الدار بلا ما تمشي. يعني دابا كتشوف الوليدات غادي للمدرسة تقول لي يا ماما واش انا غادي نقرا ماما، يعني كيخافك الحال يعني بزاف حيت هي الضحية، هي ديك البنية. الله يجازيكم بخير، تعاطفوا معايا وتعاونوا معايا، انا بغيت غير بنتي صابلة وريقاتها. انا الحمد لله عايشة باش ما قسم الله، غير بنتي ما بغيتهاش تضيع. ربما بقى لي والو تدخل المدرسة قالت لها كي قال لي داك السيد مور الروض، قال لي دابا ما تلقيش مشكل في الروض، غادي ندخلوها لك حيت الروض غير كتخلصي، راه قال لي تقدري، قال لي غادي تلقاي مشكل في المدرسه. هي دابا بقات لها عامين وغتدخل المدرسه، باش غتدخل الدريه المدرسه ما عندها حتى شي وثيقه، عندي غير الكتاب ديالها ديال الجلبه. ومني قلت لك مشيت عندهم عند عائله باه وقلت لهم نوضوا شهدوا لي اعطوني شهاده الميلاد بان ولدكم ما مداير معايا غير زواج الفاتحه، ما عندي معاه لا كارت لا والو، قال لك لا ما نديرو معاك حتى حل، سيري منك ليه تيجي هو يعترف ببنته، هو ما كيصرفش عليها وما كيسولش عليها، ما بالك انه غادي يصوب لها الوراق. يعني آخر مرة تواصلتي معاه شنو قال لك؟ اخر مره تواصلت معاه تيقول لي انا عندي مشكل في لاكارت، ما عنديش لاكارت، تا نهار نقاد المشاكل ديالي ونجي نصوب لها الوراق، غير بالعاني تيتهرب وكيكذب عليا، ما كاين والو اخويا. يعني بغيت تخلص منها ماشي بغا كيقول لك انا بنتي، بنتي باش بنتك السيده الدريه بنتك بالهضره ما كتصرف عليها، ما صوبتي ليها الوراق. قلت ليه خليني انا نعطيها النسب ديالي، غير عاوني خاصني الناس اللي يعاونوني، انا نعطيها مستعده نعطيها السميه ديالي، انا عائلتي قالوا لي ما تخليش بنتك تضيع، اعطيها سميتك، صوب الحاله المدنيه على راسي ما عنديش مشكل، انا خاص غير اللي وقف معايا ويتعاونوا معايا المحسنين اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، ما تشوفوش فيا انا، شوفوا بديك البنيه اللي غادا تضيع. الله يرحم ليكم الوالدين. ربما يعني حاولتي انك تدقي دقيت كاع البيبان قسما بالله العلي العظيم، واليوم الجمعه ناقص من عمري، مشيت هنا للجمعيات اكادير، مشيت للمحاكم فين ما مشيت تيطلبوا لي ديك شهاده الميلاد، كيقول لي جيبيها لينا، كنقول لي ما ودي راه مشيت راه ما بغوش يعطيوها لي عائله باها، كيقول لك ما عندنا ما نديروا لك شهاده الميلاد باش غنعرفوا حنا الدريه بنتك، ها ما عندك لا ما عندك حتى شي وثيقه كتثبت انها بنتك. صافي قال البيبان دقيتهم قسما بالله، مشيت للخيريه ما خليت، فين مشيت هنا في اكادير، ما بغاوش يشهدوا، وما بالك عائله باهم ما بغاوش يشهدوا ليا، ما عاد الناس ديال الدوار غير يشهدوا ليا، هما واحد الناس بجي شكل ما تيخافوش من الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. صوتي للمغاربه والجمعيات الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا وتعاونوا مع هاد البنيه الله يرحم ليكم الوالدين، الله ييسر اموركم، وهذا اليوم الجمعه راه غدا تضيع هذيك البنيه ما بغيتهاش تضيع، الا تنضيعوا حنا ما يضيعوش هذوك الوليدات، راه هما الضحيه. الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، ما تخلوش عليا. ربما هذه هي الضريبه ديال الزواج ديال الفاتحه. ما كنصح انا حتى شي وحده تزوج هكا، هذا هو المصير، لان ملي تتولد تيبقاو دوك الوليدات، راه مني بزاف حالات في المغرب ماشي غير انا، انا راه وصلت صوتي، كاين اللي جالس وصابر والد جوج وثلاثه بلا اوراق بلا حتى شي حاجه الجاهليه، وهذوك باقي الزواج ديال الفاتحه وباقي داكشي ديال الجهل، واخا هادشي راه كيحاولوا الناس انه ما يبقاش في المغرب، الحمد لله راه ولا القانون، ولا القانون الحمد لله فوق كل شيء. الضحيه هما الوليدات اخويا، انا كنشوف غير من بنتي دابا، كتشوف الوليدات مسكينه غادي للمدرسه تتقول لي ماما الجيران، كتشوف الوليدات غادي للمدرسه تتقول لي ماما انا امتى بابا يصاب لي الورقه، ماما امتى ماما انا غنقرا، يعني قسما بالله الا تتقولها لي راه ما قدرتش انا نبينها، لانها باقا صغيره ما راعيت ليها ولا قبل العائله ولا الهضره،
ما يقدرش. اه كتسمعني كنهضر قدامها، كترت ما تنهضر قدامها على هادشي ديالها مرضني، ولات هي تتقول لي ماما امتى نصاب انا، ماما امتى بابا غيصاب لي ورقيه باش نقرا، اقسم بالله العلي العظيم الا تتقولها لي. راه ما غاداش نكذب، راه اليوم الجمعه ناقص من عمري. عرفات هادشي اللي انني كنت كنمشي للمحاكم وكنسول وكنديها معايا وفي الدار كنهضر قدامها في هذا الموضوع، ضاع قد مع الوالده ومع داكشي كنبدا نبكي كنقول الوالده راه امتى الدريه غنصاب لها الورق ديالها. رسالة البا انا عارفه ما غادي يدير معايا حتى شي حد اخويا، انا درت معاه جميع الحلول جميع الحلول، عيط لي قلت لي شوف انا راه ما غندعيك لا في المحاكم ما غنوصل معك حتى شي حاجه، انا واحد الانسانه خدامه على بنتي، واحد الانسانه دري وش غاده غجل بالحيط، غير جي صاب لي غير الدريه الوراق ولا قول داركم يعطيوني شهاده الميلاد بانني والده عندكم وخليني نديرها في الاسم ديالي. ما بغاش ما بغاش، كيتملص وتيهرب من المسؤوليه وحاشاك تيشرب الشراب والحشيش وتيعيط وتيبدا يقول لي انا غادي ندير انا تنصاب راها بنتي راه كذا، حتى كيتخدر وداك الشيء عاد كيتصل بيا وكيبدا مؤخرا كاع ما بقيتش كتواصل معايا لانني عرفته ما غيدير معايا، وكان غادي يدير اخويا ما غيخليش البنت توصل لمد 4 سنين وباقى لحد الان بلا وراق، راه لا يعقل. راه انا زيتها بقى صغيره تفرقت معاه وجيت تنخدم عليها، ضربت عليها التمارة تنحيدها من راسي وتنعطيها لها، ولكن الحاجة الأساسية هي الوريقات بغيت نصاوب مليح. قولي الرقم ديالك 07. ما راه نعاودو لك وقولي 07 07 79 41 32 51 07 79 41 32 51. الله يجازيكم بخير، تعاطفوا مع هاد البنية، تعاونوا معايا اخوتي المغاربة، الله يجازيكم بخير. راه انا تانا ما وصلت صوتي لهاد القناة راه تا ربي اللي عالم بيا، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، راه اللي دار شي خير غادي يديرو بينو وبين الله سبحانه وتعالى. ديروني اختكم ديروني، الله يجازيكم بخير. أنتم متابعين الأوفياء كما سمعتوا هذه القصة المؤثرة جدا لهذه الشابة التي هي ضحية الزواج الفاتحة، والضحية الكبير في هذه القصة هو هذا الطفلة الصغيرة اللي في العمر ديالها 4 سنوات، عامين فقط تفصلها يعني عن ولوج المدرسة، لكن المصير ديالها ربما كيبقى مجهول إلى اليوم. فهذا البنية كما كنقولوا ذنوبها على الأب ديالها وذنوبها على أيضا الناس اللي خاصهم أنهم يوقفوا معها. فهذا هو النداء ديالنا وهذا هو الهدف ديالنا من هذا اللايف، هو أننا باش أن هذه البنية ما تضيعش. فربما الدولة المغربية قايمة بمجهودات جبارة من أجل محاربة الهدر المدرسي ومن أجل أيضا محاربة يعني انقطاع التلاميذ عن الدراسة، لكن اليوم المصير ديال هاد الطفله الصغيره فمصير مجهول. كنتمنى من كاع الناس انهم يبارطاجيو هذا اللايف لانه نداء انساني قبل كل شيء، وكما قلت سابقا هي قصه للعبره وليس للفرجه. كنتمنى الرساله توصل، وكنتمنى من الناس بطبيعه الحال اللي بغى يتصل يعني بهذه السيده، فالناس اللي غيتفلاو والناس اللي غيتصلوا فبلا ما يتصلوا بها اللي قادر انه سميتو. الله يجازيكم بخير، اللي غيتعاطف معايا ويتعاون معايا يتصل بيا، اللي غادي غيبدا يتبلى وداكشي الله يرحم ليكم الوالدين، راه بركه داكشي اللي تنعيشو اللي فيا راه كافيني، الله يرحم ليكم الوالدين، دينوني اختكم دينوني بنتكم، واللي في الدنيا راه يطلب السلامه، حتى واحد ما يشوف الناس ويراعي يراعي الحاله الانسانيه ديال الانسان، يراعي ليه يحط راسه في بلاصتو. راه انا ما بغيتش هاد الحاله، انا ما بغيت نتزوج بالفاتحه وتكون بنتي مجهوله الهويه ما عندها حتى شي وثيقه، راه هادشي راه مرضني والله، ما تنقسم بالله ما تناكل بعض المرات من جهه هذا الموضوع ديال بنتي، كاع البيبان دقيتهم وجريت، الهدف ديالي هو بنتي ندير لها الوريقات ونقريها بحال كل ام مغربيه كتضحي على قبل وليداتها. الله يجازيكم بخير.